اليوم جيت على صاحبتي رح نعمل سوا قهوة عربي. بنحط هيك مقدار المي. أول شي بنحط معلقة قهوة. اثنين وشوي وبنحرقها. معلقتين ملعقة هون تمام، معلقتين ومعلقة بالدلة مثل ما عم بتقول. نحط مسمار بالدلة، بعد مسمار مطحون طبعا. هلا بنحط شوية زعفران وشوي بالدلة. بنحط بالدلة شوية حليب هوني. رح ننطرها تغلي، نزيد هلا شوي مي فوقها بعد نغليها عشان وبننطرها لتغلي، وبنحط المعلقة بهالطريقة عشان إذا غليت ما تفور. هلا بنجيب مصفاية وبنصفيها. لو تشم ريحتها بس، قهوة عربية غير شكل. طبعا أنا بعرف أعمل، بس قهوتي غير قهوتها، فحبيت نزل قهوتها وتشوفوا الفرق بعدين. بس أنا أعمل القهوة. وصلت القهوة، سلمولي هالايدين. شو بدي اخبركم، شو قهوه وشو ريحه. يسلموا ايديكي ويعطيكم العافيه على المتابعه. وتابعوني، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، بتدقوا الجرس وتعملوا لايك. وشكرا لكم.